السلام عليكم ورحمه الله، دايرين لاباس؟ عشركم مبروكه. الفيديو ديالنا اليوم غنعملو البيتزا. غادي نحتاج هاد الربعه ديال الطحين، هما هادو جوج كيسان، نحتاج الخل، نحتاج الزعتر، نحتاج الخميره. بالنسبه للصوص نحتاج الزيت البلدي، غنحتاج عندي هنا ربع ثلاثه القوقات وحده صغيره د المطيشه حكاهم. التعميره هادي غنحتاج الزيتون، قطع ديال الدجاج، الثومه، الفرماج. دابا غادي نمشي نحضر هاد العجينه ونطلقها ان شاء الله. العجينه ديالي بعد ما جمعتها غادي نحطها هنا تخمر. دابا نمشيو للصوص، نغطيها هنا ونخليها تخمر. بالنسبه للصوص نحتاج شويه البزار، نقسم عليه القمح بحال هكا، نحتاج الزيت البلدي، صافي. نحتاج الملحه، الثوم، دابا غادي نبدا ليك الشحر. بالنسبة للدجاج عاوتاني شوية زيت بلدي، هاد القطع ديال الدجاج بالشكل، شوية البزار، طبعا نقلي هادشي كامل ان شاء الله نرجع معاكم الحمر. كيكون واجد الصوص، خليوها تبرد وكمل.
العجينه ديالنا بعدا خمارت، دابا غادي نطلقوها. خمارت مزيان، نعاونو هكا بيدلك ضروري بلي كقاده. ديرو حتى الطحين العجينة مخوفة بزاف، قدوها هكا مزيان تمشي مقادة بحال بحال بالجناب. نجي نقطعو وتجينا ساهلة. السمك ديالها هو هداك، حتى كتبزح وهي كتقطع. بالنسبة للتقطاع على الحجم كل واحد كيدير على حساب صغير كبير، كاع تخليها هكا خبزة هداك كل واحد ونظر. دابا أنا غنقطعها هكا صغار، ماشي صغار مرة، شوية نحاول نحط هاد السركل هكا قريب باش منضيقش العجين، نخرج العجينة بزاف نولي نعاودها. نحط شي هكا بشوية، بدي التقطيع مقادد. هكا نديرو لها الطحين باش ما تعذبناش، العجينة خفيفة. دابا غادي نقنسلها هكا باش ندخل شوية نتقبها بواحد الفرشيط وندخلها للفران شوية تشد راسها وعاد نخرج نعمرها. بعد ما قطعنا البيتزا ديالنا ميني بيتزات، دابا نعمل الملاصوص. صافي دابا غادي نولي هكا نسرح فيهم بحال هاد الشكل،
كاملين. هادو كيجيو زوينين في رمضان. هاي ياخدوا حقهم كاملين من لاصوص. طب كنعملو مع هاد القطع الدجاج. نبدأ بشوية الزيتون. بعد ما عمرتهم ساليت عملت لهم داك التعميره ديالهم والفرماج من الفوق، فرماج الاحمر. دابا غندخلهم للفران. ميني بيتزا ديالنا طابو، كيجيو زوينين بزاف. كيجيو بنادم يدير على الايام العاديه، كيجيو العشاء زوينين، ولا دابا في رمضان. هذا هو الفيديو ديالنا، الى عجبوكم خليولنا لايكات مشاركه. جزاكم بخير، عشتكم مبروكه.